حمراء وملمسها ناعم.
نبحث عن ما يميزها، لونها وطعمها. تنمو البطاطا تحت الأرض، انظر قل لي ماذا ترى؟ إنها خشنة. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. نلعب سويا ونتسلى بروح الفريق نتحلى. لم تعد إلا واحدة.
واحدة صغيرة تعوم ذهبت فرحة إلى البحيرة اليوم. نادت أمها كواك كواك كواك، لم تجد أيا منها. بقيت وحيدة البطة الأم، لم يعد هنالك بط يعوم. نادتهم كواك كواك كواك، نادتهم كواك كواك كواك. عادت الخمس بطات، عادت الخمس بطات. دعوا الحيوانات تقفز على السرير. أربعة حيوانات تقفز على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدع الحيوانات تقفز على السرير. اثنان حيوانات يقفزان معا على السرير، سقط أحدهم على رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. واحد حيوان واحد يقفز على السرير، سقط وضرب رأسه الصغير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. لا تدعوا الحيوانات تقفز على السرير. ليس هناك حيوانات تقفز على السرير، نام الأولاد بوقت قصير. اتصلت الأم بالطبيب والطبيب قال ألو. ليس هناك حيوانات تقفز على السرير. حين تخاف أين الأمان، ترى سأجده في هذا المكان. اطمئن هنا المأمن، داخل قلبي يسكن السعادة. قل الأمان في داخل قلبي، قريب مني يا طفل ثقبي. انظر حولك حتى ترى وجوها سعيدة مبشرة. تفاءل، ابتسم يا طفلي. حين يدغدغني أبي أشعر بالسعادة، حين تعانقني أمي أشعر بالسعادة. قبلة جدي كلها سعادة، حركات بينجو تشعرني بسعادة. قل
في داخل قلبي قريب مني يا طفل ثق بي. انظر حولك حتى ترى وجوها سعيدة مبشرة سعيدة. حين نبني بيتا نشعر بالسعادة، سرير الوسادة تشعرني بالسعادة، نستلقي سويا نشعر بسعادة. حين تلمع النجوم نشعر بسعادة. قل الأمان في داخل قلبي قريب مني يا طفل ثق بي. انظر حولك حتى ترى وجوها سعيدة مبشرة. سعيدة، ما الذي يجعلك سعيدة؟ حين أعانق دميتي أشعر بالسعادة، قبلة قبل النوم تشعرني بالسعادة. حين نحتسي الحساء نشعر بسعادة، أشياء بسيطة تشعرني بسعادة. حين تخاف أين الأمان ترى سأجده في هذا المكان. نم يا صغيري واشعر باطمئنان، قلبك الصغير قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، بقربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت وكا. قطار خبير قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، بقربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت كويكا كويكا تشاكا تشاكا. قطار مثير قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، بقربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت كويكا كويكا تشاكا تشاكا. توت توت كأنه يطير قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، بقربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت كويكا كويكا تشاكا تشاكا. توت توت قطار يسير قطار يمشي وله عجلات وله محرك يصدر أصوات، بقربه سكة لتسهيل الحركة يصدر صوت كويكا كواكا تشاكا تشاكا. توت توت يصدر صوت كويكا كواكا تشاكا تشاكا. توت توت قطار خبير مرحبا يا طلاب، لنحيي طبيبتنا الجديدة. أمي مرحبا يا أطفال، أنا طبيبتكم
طبيبة، واليوم سأريكم ماذا يحدث عندما يفحصكم طبيبكم. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. سيقيس وزنك ويقيس طولك ليبعدك عن الضرر والأمراض من حولك. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن الذي تأكله وينصحك بالوجبات. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. سيتفحص الأذنين ويتفحص العينين، ما مستوى السمع والبصر الاثنين. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن واللسان، يكتب ملاحظاته على الورقة في ثوان. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. يتفحص رد فعلك وسلامة العظام، لتتغذى وتنمو كل يوم بسلام. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. قد تحتاج حقنة، لا تخف منها، دواء للداء لا تبتعد عنها. هيا نذهب إلى الطبيب لنسأله ما العلاج، ولنطمئن أننا للدواء لا نحتاج. ولنطمئن. هذه الألوان المشرقة جميلة جذابة بارقة، أحمر برتقالي أصفر وأزرق أخضر وبنفسجي. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الأولية. الألوان الأولية؟ الأحمر والأزرق والأصفر هي الألوان الأولية، لأننا نستعملها لنحصل على كل الألوان. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الأولية. لنصنع حلوى الجيلو الأحمر والأزرق والأصفر. الأحمر قوي ومبهج، الأزرق هادئ ورائع، الأصفر دافئ وساطع مثل أشعة الشمس. والآن لنضبط المؤقت وننتظر حتى يبرد الجيلو. أجل، مستعدون لرؤية الجيلو؟ هذه الألوان المشرقة جميلة جذابة بارقة، أحمر برتقالي أصفر أزرق أخضر وبنفسجي. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الثانوية. ألوان ثانوية؟ أجل، البرتقالي والأخضر والبنفسجي هي الألوان الثانوية، لأنها مصنوعة من الألوان الأساسية. لنصنع حلوى الجيلو من الألوان الثانوية. لنصنع حلوى الجيلو برتقالي أخضر بنفسجي. لحظة، ليست لدينا هذه الألوان. خليط الأزرق والأصفر الأخضر، خليط الأحمر والأصفر برتقالي، خليط الأحمر والأزرق بنفسجي. جميل خلط الألوان معا.
وننتظر حتى يبرد الجيلو. رائع! مستعدون لرؤية الجيلو؟ هذه الألوان المشرقة جميلة جدا ببارقة، أحمر برتقالي أصفر أزرق أخضر وبنفسجي. يوم خاص للمتميزين، إنه يوم المتنكرين. هيا سنتنكر بالأزياء ونختبئ خلف الأشياء. كل واحد سيختبئ في مكان مختلف، لا تتعثروا واحدا تلو الآخر. من هنا أريد الجواب بعد أن أدق الباب. الجواب هو بو. جي جي، هيا لنعرف التالي. من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو بو. لينا، ترى من سيكون التالي؟ من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو بو. بيكو، يوم المتنكرين. يوم خاص للمتميزين، إنه يوم المتنكرين. أي سنتنكر بالأزياء ونختبئ خلف الأشياء. وأنت، هل ستتنكر معنا؟ إذن اختبئ. من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو بيلا. من هو التالي؟ من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو كودي. هيا لنعرف التالي. من هنا نريد الجواب بعد أن ندق الباب. الجواب هو بو. سيزي، إنه يوم المتنكرين. أخبروني، أين هي آلستنا؟ يوم خاص للمتميزين، إنه يوم المتنكرين. أي سنتنكر بالأزياء ونختبئ خلف الأشياء. حيوانات الأليفة تبهج جناناً هي طريفة. نطعمهم ونلعب معهم، هكذا نقول لهم أننا نحبهم. حين يقولون مياو مياو يكونوا بحاجة لطعم أو للعب، نعطيهم بعض من الطعام. يام يام يام، طعم مقرمش نحب فيهم ديولهم وفروهم. أيوة، الكلب وخرمشة القطار، صرير الحامستر وأقدامهم. شيء جميل
حين يقولون مياو مياو سويت يكون بحاجة لطعام أو للعب نأخذهم للعب في الأرجاء أركض والعب حتى المساء نحب فيهم ديولهم وفروهم حيواء الكلب وخرمشة القطار صرير الهامستر حين يقولون وو وو مياو مياو سويت يكون بحاجة لطعام أو للعب يكون بحاجة للمداعبة دلع دلع وفرفشة نحب فيهم ذيولهم وفروهم عيواء الكلب وخرمشة القطار صرير الهامستر وأقدام حبهم يزيد في قلبنا نحب فيهم ذيولهم وفروهم عيواء الكلب وخرمشة القطار صرير الهامستر وأقدامهم شيء جميل العناية ستختاره يا جي جي سلحفاة بحرية أم مومياء دادي أجل ما الذي ينقصه؟ أذنان الزي هذا خاص بي أفضل زي تنكري بلوط جوارب هذا الزي هذا خاص بي إنه أفضل زي تنكري ما الذي ينقصه؟ كفو الحيوان الزي هذا خاص بي أفضل زي تنكري جوارب حذاء قفازات قدمك الزي هذا خاص بي أفضل زي تنكري المنديل الأحذية حذاء المنزل الزي هذا خاص بي إنه أفضل زي تنكري ما الذي ينقصه؟ الذيل ملونة الزي هذا خاص بي إنه أفضل زي تنكري ما الذي ينقصني؟ هذا الزي خاص بي أفضل زي تنكري إنه يوم متنكري انظروا
هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل، سيارات، شاحنات، قوارب وقطارات، لنرتب لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب، لنرتب لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل، ورق مقوى وألوان، هيا لنلون البستان. لنرتب لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب، لنرتب لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل، جوارب وكرات، مضارب وقبعات، لنرتب لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب، لنرتب لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. هيا لنكتشف الأفضل في الأعلى أو في الأسفل، أشياؤنا مبعثرة وتحتاج إلى الترتيب. لنرتب لنرتب هذا خيارنا الأنسب. هناك وقت للتنظيف ولا تقل إنك متعب، لنرتب لنرتب هذا هو الأنسب. هناك وقت للترتيب ووقت كي نلعب. لننظف أسناننا حان وقت التنظيف. حسناً يا أبي سننظف أسناننا. أحسن أحسن، التنظيف مفيد. حاضر يا أبي سننظفها الآن. الدب سينظف أسنانه. واحد اثنان، نظفها في ثوان. هذا صحيح، سنضع المعجون ثم ننظفها فنحن نظيفون. تخييم تخييم، حان وقت التخييم. هذا صحيح، إنه وقت التخييم. هيا هيا سننصبها الآن. حاضر يا أبي سننصبها في ثوان. الفيل الفيل سيساعدنا الآن. واحد اثنان، نصبها في ثوان. حسنا يا أبي سنساعدك الآن. واحد اثنان، نصبناها في ثوان. سرير سرير، وقت الاستلقاء. هذا صحيح، إنه وقت الاستلقاء. أحسنتم أحسنتم، هذا أمر مفيد. نحب السرير، هل أنت بخير؟ الفأر الفأر سينام الآن. واحد اثنان، استلقى في ثوان. هذا صحيح، أنا أيضا سأنام. واحد اثنان، ها
قد أتت الأحلام. القصة القصة سنقرأ القصة. حسناً يا صغيري أياً منها تريد. القصص 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 مقلوبة. هذا صحيح، ما القصة المطلوبة؟ الدب الدب سيقلبها الآن. واحد اثنان ثلاثة قلبها في ثوان. إنه بينجو قد أخافنا الآن. ظنناه وحشا لكننا في أمان. تحت ظل الشجرة تشاجرتا،
غذائي من أمي وأبي تعلمتها. أنا أعرف ربطة ربطة حذائي، تعلمت ربطها. لتربطيها تخيلي أنها أغصان شجرة، اعكسيها ثم اعقديها. أذنا الأرنب كانتا تلعبان تحت ظل الشجرة تشاجرتا. سقط على رأس الأولى تفاحة. Thank you.
جميعاً، سنقدم فقرة يويو للفنون، وضيف اليوم هو أخي الصغير جي جي. مرحباً. سنصنع طائرة ورقية. من أين سنبدأ؟ لنرى ما الذي يخبئه لنا الصندوق. في هذا الصندوق الوردي كثير من الأدوات. في هذا الصندوق الوردي ما نريد من حاجات. لنصنع طائرة ورقية نحتاج إلى طبقاً من الورق، وألواناً شمعية. لنبدأ العمل. هل أنتم مستعدون؟ أجل، مستعد. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد. شيء لك، شيء لي، عضو واحد اثنان ثلاثة. أولاً أمسك بطبق الورق وحدد الأطراف الأقصر منها. حاضر. أمسك بأحد الطرفين القصيرين واثنه لآخره. بيدك الأخرى ثبت الجزء الأعلى، وباليد الأولى اثني الورقة. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد. شيء لك، شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. افتح الورقة وحدد الأطراف الأطول. هل هذا هو الطرف؟ أجل. امسك بإحدى الزوايا واثنها إلى المنتصف، ثم ثبت الزاوية بإحدى يديك واثني الورقة جيداً بالأخرى. والآن أمسك بالزاوية الأخرى وبعدها اثنها إلى المنتصف، ثبت الزاوية بإحدى يديك واثني بالأخرى الورقة جيداً. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد. شيء لك، شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. شكلها يشبه المنزل. هذا صحيح. والآن اثني الورقة، وضع هذه الثانية من الخارج. ضع الورقة على جانبها. انظر، هذه هي نقطة المنتصف. اثنها باتجاه المنتصف هكذا. ثبت النقطة بإحدى يديك واثني الورقة جيداً هكذا. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد. شيء لك، شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. والآن اقلب الورقة هكذا. سنكرر ما فعلناه على الجانب الآخر منها. سنحدد نقطة المنتصف من جديد. ها؟ هذه. يا سلام. اثنها باتجاه المنتصف هكذا. ثبت النقطة بإحدى يديك واثني الورقة جيداً بالأخرى. لنتبع الخطوات لنصنع ما نريد. شيء لك، شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. نكاد أن ننتهي. والآن لنزين الصواريخ الورقية ونرسم عليها. هيا. شيء لك، شيء لي، عدوا واحد اثنان ثلاثة. أنهينا طائراتنا الورقية. شكرا لمشاهدينا. ألقاكم قريبا في فقرة يويو للفنون. إلى اللقاء. يوم النشاط. تفتح وتغلق، تفتح وتغلق، تفتح وتغلق. أبواب الحافلة تفتح وتغلق، والعجلات تدور.
ساحاتها صوت سويش ويش ويش سويش ويش ويش سويش ويش ويش لمساحاتها صوت سويش ويش ويش والعجلات تدور صوت إضاءتها كويك 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 صوت إضاءتها كويك 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 والعجلات تدور لبوقها أيضا صوت بيب 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 لبوقها أيضا صوت بيب 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 والعجلات تدور لمحركها أيضا صوت فروم روم روم فروم روم روم فروم روم روم لمحركها أيضا صوت فروم روم روم والعجلات تدور حين نعبر العقبة يقفز الجميع يقفز الجميع يقفز الجميع حين نعبر العقبة يقفز الجميع والعجلات تدور عجلات الحافلة تدور 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 كل من عليها مسرور والعجلات تدور حين أزعج أختي ماذا سوف أقول؟ ها؟ آسف 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 حين أكررها ماذا علي أن أقول؟ حين أزعج أمي ماذا سوف أقول؟ آسف 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 حين أكررها ماذا علي أن أقول؟ عذراً 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 آسف عذراً آسف عذراً كلمات نقولها ليسامحوننا آسف عذراً آسف عذراً نأسف لأخطائنا سوف أقول ها آسف 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 حين أكررها ماذا علي أن أقول ها عذرا 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 يسامحوننا آسف عذرا آسف عذرا نأسف لأخطائنا حين أزعج أبي ماذا سوف أقول عذراً عذراً عذراً
سامحوننا. آسف عذرا، آسف عذرا، نأسف لأخطائنا. آسف عذرا، آسف عذرا، كلمات نقولها ليسامحوننا. آسف عذرا، آسف عذرا، نأسف لأخطائنا. قضبان. أريد 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 يا أمي، أريد 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 يا أبي. أريده جميلا أن يكون، لأقفز عليه كالبهلوان. أريده جميلا أن يكون، ليس له قضبان، ليس له قضبان. أمي أمي سريري صغير، أمي أمي أنا الآن كبير. أريد سريرا كالكبار، أتحرر منه كل ثوان. أريد سريرا كالكبار، ليس له قضبان، ليس له قضبان. أنت الآن كبير. صحيح صحيح، سريرك صغير. اختر واحدة منها الآن، السر من كل الألوان. اختر واحدة منها الآن، السر من كل الألوان، من كل الألوان. تشتهي البيتزا، هل تريد صنع البيتزا؟ أجل. يم يم يم. سنرقق العجين، نقذفه للأعلى أعلى. البيتزا شهية لذيذة، يمية. سنحضر الكوب، نقطع نقطع. البيتزا شهية لذيذة، يمية. نضع عليها الخلطة وندهن ندهن. البيتزا شهية لذيذة، يمية. سنضع الخضر فوقها.
فوقها البيتزا شهية لذيذة يمية. لا تقلق يا صغيري،
فنحن سنعيد تركيبه. هنالك طرائق لتركيبه في دقائق. سنعيد السرير من غير تأخير. أخشاب زرقاء بيضاء وحديد، سرير مذهل سرير جديد. ها قد وصل سريري الجميل، سرير مذهل ليس له مثيل. تعكس ألوانه حدقة عيني، أمر ما لم يخطر في ذهني. انظر إليه يا أبي. لا تقلق، عرفت المشكلة. تدور المسامير نحو اليمين، تعود المسامير نحو اليسار. نحو اليمين نحو اليسار. أجل، نحن شطار. ها قد وصل سريري الجميل، سرير مذهل ليس له مثيل. تعكس ألوانه حدقة عيني، أمر ما لم يخطر في ذهني. انظري يا أمي. لا تقلق، فنحن سنحل المشكلة. سهل التركيب، لا يحتاج إلى تفكير. قالب عجيب وحجمه كبير. أخشاب زرقاء بيضاء وحديد، سرير مذهل سرير جديد. لم يخطر في ذهني. أنا وحدي هنا. لا تقلق جيجي، سنحل المشكلة. سنجلب الألعاب لتبقى قربك. لن تبقى وحيدا، فهي تحبك. ليلة سعيدة نم بسلام، وستأتيك الآن الأحلام. لا تقلق يا صغيري، فنحن سنعيد تركيبه. هنالك طرائق لتركيبه في دقائق. سنعيد السرير من غير تأخير. أخشاب زرقاء بيضاء وحديد، سرير مذهل سرير جديد. ها قد وصل سريري الجميل، سرير مذهل ليس له مثيل. تعكس ألوانه حدقة عيني، أمر ما لم يخطر في ذهني. انظر إليه يا أبي. لا تقلق، عرفت المشكلة. تدور المسامير نحو اليمين، تعود المسامير نحو اليسار. نحو اليمين نحو اليسار. أجل، نحن شطار. ها قد وصل سريري الجميل، سرير مذهل ليس له مثيل. تعكس ألوانه حدقة عيني، أمر ما لم يخطر في ذهني. انظري يا أمي. لا تقلق، فنحن سنحل المشكلة. سهل التركيب، لا يحتاج إلى تفكير. قالب عجيب وحجمه كبير. أخشاب زرقاء بيضاء وحديد، سرير مذهل سرير جديد.
لم يخطر في ذهني. أنا وحدي هنا. لا تقلق جيجي، سنحل المشكلة. سنجلب الألعاب لتبقى قربك. لن تبقى وحيدا فهي تحبك. ليلة سعيدة نم بسلام، وستأتيك الآن الأحلام. مزرعة العمي ماكدونالد، إيا إيا يو. في المزرعة يوجد حصان.
ناكل عمي ماكدونالد إيا إيا يو. وفي المزرعة يوجد بطة إيا إيا يو. واك واك هناك واك واك هناك هنا وهناك صوت غربي كل مكان. مزرعة العمي ماكدونالد إيا إيا يو. مزرعة العمي ماكدونالد إيا إيا يو. وفي المزرعة دجاجة إيا إيا يو. بطك هناك بطك هناك هنا وهناك صوت غربي كل مكان. مزرعة العمي ماكدونالد إيا إيا يو. من سيفوز في السحبي ويأخذ جيليبين يستضيفها في منزله ويلعب معها إلى حين؟ أنا أريد أن أريها غرفتي، أريدها أن تتعرف إلى دميتي، وأنا سأدعوها إلى حفلة شاي. أتحب الفراولة يا ترى؟ سأروي لها قصة قبل النوم. سيفوز في السحب ويأخذ جليبين سننتظر وننتظر كل الوقت ننتظر. من سيفوز؟ إنه جي جي. حيواننا الأليف اسمها جليبين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين. أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة ربطها سريع. هل قابلت فأرتنا؟ هي تحب أن تركض وتدور وتدور. هي تركض 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 وتدور. يحبها الجميع، محبوبة لطيفة وردها سريع. هل قابلت فأرتنا؟ هي تحب أن تقلب وتدور وتدور. هي تقلب 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 وتدور وتدور. حيواننا الأليف اسمها جيليبين، ناعمة دمها خفيف تصرصر كل حين. أقدامها صغيرة يحبها الجميع، محبوبة لطيفة وردها سريع. أصبح على خير. للأسفل للأعلى تمرين للقدمين. أحببت كثيرا تمرين القدمين. أحسنت أحسنت مفيدة لنا. شكرا يا بابا على تدريبنا. الدب الدب يحب التمارين، واحد اثنان ثلاثة يقوم بالتمرين. حسناً يا بابا سأقوم بالتمرين. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أيدينا أيدينا سنغسلها الآن. حسناً يا أختي
سأغسل يدي. أحسن أحسن بالماء والصابون. حسنا يا أخي فنحن نظيفون. الفأر الفأر سيغسل يدي. واحد اثنان ثلاثة صار نظيفا في ثوان. حسنا يا أختي سأغسلهما الآن. واحد اثنان ثلاثة من النظافة تلمعان. تفضل تفضل إنه وقت الطعام. حسنا يا أمي سآكل الآن. إنه يا صغيري مفيد لك. شكرا يا أمي أنهيت صحني في ثوان. الفيل الفيل سيأكلها الآن. واحد اثنان ثلاثة أنهاها في ثوان. حسنا يا أمي سآكلها الآن. واحد اثنان أنهيتها في ثوان. هيا يا أطفالي وقت الاستحمام. حسنا يا بابا سنستحم الآن. النظافة يا صغيري مفيدة لنا. شكرا يا بابا على اهتمامك بنا. القرد القرد يحب الاستحمام. واحد اثنان ثلاثة صار نظيفا في ثوان. حسنا يا بابا سأستحم الآن. انظر إلي صرت نظيفا في ثوان. النوم النوم حان وقت النوم. حسنا يا أمي سأخلد للنوم. أحسنت يا صغيرتي ضعي رأسك هنا. حاضرة يا أمي سأحاول أن أنام. تجعلها ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. خلاط الإسمنت يدور ويدور ليصنع الإسمنت يدور ويدور. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. شاحنة الحمولة تعبئ المواد. شاحنة الحمولة لحمل الأغراض. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. الكبيرة للرفع والتنزيل. الرافعة الكبيرة ترفع كل ثقيل. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. تعالوا لنبني بأدوات البناء. نرفع نرمم ما سنحفر الأراضي لنبني الأساس ليصير.
الصغيرة تجرف كل شيء، الجرافة الكبيرة تدفع كل شيء. ما أجمل أن نعمل لرفع البناء وأن نبني ما نشاء. تعال لنبني بأدوات البناء، نرفع نرمم ما نشاء، سنحفر الأراضي لنبني الأساس ليصير أقصى من الألماس. أهوى لعب الكرة مع كل أولادي، فهم أفلادُ فؤادي. قلبي ينبض حباً لهم وفخري يكبر بهم. صداقتنا أبدية متينة وقوية. أهوى أن أتمرن دوماً مع أطفالي لكي يغدو كالأشبال. قلبي ينبض حباً لهم وفخري يكبر بهم. أن نسبح في الظهر ونقفز في الماء، نمرح ونلعب في الأرجاء. حبي لأطفالي يزداد، أبي نبع الوداد. يومي سيغدو كالأعياد في يوم الوالد يا أولاد. يومي سيغدو كالأعياد، صداقتنا أبدية متينة وقوية. بذور التفاح تجلب التفاح، منها صفراء حمراء خضراء، نقطفها نغسلها نجمعها، كم نحب التفاح. سنقطف التفاح من على الشجرة، تفاحة
سنقطف التفاح من على الشجرة، تفاحة تلو الأخرى، تفاحة تفاحتان عشر تفاحات، سنملأ الصندوق بالتفاحات. بذور التفاح تجلب التفاح، منها صفراء حمراء خضراء، نقطفها نغسلها نجمعها، كم نحب التفاح. لعبتنا يا أطفال هي القفز على الحبال، لنقفز مهما معا، لنقفز مهما معا، كن قويا اقفز عاليا، كن قويا واقفز عاليا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. أحب الجذب والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد. عزيزتي حاولي مرة أخرى. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي، صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي. سأحاول. واحد. حاولي مرة أخرى. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. صوت في داخلي يقول لا لن تفعلي، صوت في داخلي يقول لي سوف تفعلي، لكن لنقفز مهما معا، لنقفز مهما معا، كن قويا اقفز عاليا، كن قويا واقفز عاليا. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد اثنان ثلاثة أربعة. أحب الجزر والملفوف، سأقفز على الحبل بلا خوف. واحد. حاولي مرة أخرى. أنا أستطيع فعلها. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لنقفز مهما معا، لنقفز مهما معا، كن قويا اقفز عاليا، كن قويا واقفز عاليا. شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. في كل طعام سوف ترى الأشكال، ما هذا الشكل؟ أخبرني في الحال. مربع مربع. أجل. مربعات في الطعام وعلى الفطيرة يام يام يام، بعض الخبز وبعض الشلة والأناناس، يا سلام. شكل الطعام يام 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 يام.
يامي يامي يامي. في كل طعام سوف ترى الأشكال، ما هذا الشكل؟ أخبرني في الحال. دائرة؟ أجل الدوائر في الطعام انظروا إليها، يا سلام شكل المخلل ولحم الحبش، البندورة والكيوي أيضا شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. في كل طعام سوف ترى الأشكال، ما هذا الشكل؟ أخبرني في الحال. الذي أفضله المثلث. أجل مثلثات في الطعام انظروا إليها، يا سلام بعض الجبن وبعض اللحوم، البطيخ الأحمر مثلث سلمون شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. في كل سوف ترى الأشكال، ما هذا الشكل؟ أخبراني في الحال. يصنع المثلثان مربعاً. هذا صحيح. أجل شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام لذيذ يم يم يمي. ما شكل الطعام الذي أعددته اليوم؟ كل الأشكال الهندسية، رائع. شكل الطعام يم 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 يمي، شكل الطعام يم يم يمي. انظروا العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى، حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى، حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى، حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. الأب الشجاع صعد إلى الأعلى لينقذ العصفور، أراد المحاولة، أعاده لأمه هذه المرة، نخشى أن يسقط ثانية من الشجرة. العصفور الصغير كان على الشجرة، أسقطته الريح مرة أخرى، حاولنا إعادته مرة فمرة، نخشى ألا يعود ثانية إلى الشجرة. Oh. Aha. Huh?
أين هو صديقنا ترى؟ أين قد اختفى؟ نحن نبحث ونبحث وبلا جدوى. أين يكون جيلي بين؟ أها. اشتقنا له، اشتقنا لجلبين، له أرجل قصيرة، أين هو أين؟ اشتقنا له، اشتقنا لجلبين، صوته عذب بديل الخدين. اشتقنا له، اشتقنا لجلبين، صوته عذب بديل الخدين. أستطيع العد 1، 2، 3.
أول يوم أول يوم إلى المدرسة نعود، سوف أتعلم وسألعب. إلى المدرسة نعود. الجو حار لنفعل شيئا معا كالمثلجات، سهلة نصنعها سوية. سوف أعلمك وصفاتي من الفواكه، جربها معي. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. اختار الفاكهة واحد اثنان ثلاثة، نقطعها بحذر ودقة. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. نجمدها وعلينا أن ننتظر لنسمع الرنة. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. نضعها في الخلاط، كم شكلها شهي، نمزجها فتصبح مسحوقا متماسكا قوي. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. أصبح جاهزا لنجرب قليلا، أكل 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 من أكله لا ثمن. مثلجات بالفواكه وجبة صحية، مثلجات بالفواكه بالأكل شهية. يم يم مثلجات، طازجة المثلجة. بالفرشات بالفرشات، نظف أسنانك بالفرشات وذلك قبل النوم. غسل وجهك جيدا جيدا جيدا، غسل وجهك جيدا وذلك قبل النوم. ارتدي ثياب النوم وذلك قبل النوم. سنروي قصة هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم، سنروي قصة هذا اليوم وذلك قبل النوم. كان هنالك ثلاثة خراف وعددهم 1 2 3، كانوا يعيشون في المزرعة. والآن تصبح على خير على خير على خير، وأنت بألف خير يا أمي. Thank you.
ثياب المطر. جاي جاي، لا أقصد هذه الملابس يا صغيري. انتظر انتظر وقت الاستماع. حاضر يا أمي، سأسمعك الآن. أحسنت يا طفلي، هيا استمع إلي. صحيح يا أمي، فالاستماع مفيد. الدب الدب يحب الاستماع. واحد اثنان ثلاثة، سيستمع إلي. حسناً يا أمي، أنا أستمع إليك، فالاستماع مفيد، أحب الاستماع. معطف معطف، هيا ارتده. حاضر يا أمي، لكنني لا أعلم. حسناً يا صغيري، سأعلمك الآن. حسناً يا أمي، أريد أن أتعلم. الفيل الفيل سيرتديه الآن. واحد اثنان ثلاثة، ارتداه في ثوان. حسناً يا أمي، سأرتديه الآن. واحد اثنان، ارتديته في ثوان. قبعة قبعة، هيا ارتديها. حسناً يا أمي، لكني لا أراها. ها هي ها هي، هيا ارتديها. حاضر يا أمي، سأرتديها الآن. الفأر الفأر، سيرتديها الآن. واحد اثنان ثلاثة، ارتداها في ثوان. حسناً حسناً، سأرتديها الآن. واحد اثنان، ارتديتها في ثوان. حذاء حذاء، لنرتدي الحذاء. حسناً يا طفلي، سأرتديه الآن. أحسنتي أحسنتي، حذاءك يحمي. حاضر يا صغيري، أحببته جداً. الدب الدب، سيرتديه الآن. واحد اثنان، ارتداه في ثوان. حسناً يا صغيري، سأرتديه الآن. واحد اثنان، ارتديته في ثوان. Thank you.
أخشى عليكم، سأقوم بضربكم وأخيفكم. سفينة القراصنة لن تترككم وستفسد متعتكم. سفينة القش تغرق، كم هذا خطير، كم هذا خطير، كم هذا خطير. قفز الخنزير يسبح مبتعدا عن مدافع الذئب الشرير. سفينة العصي تغرق، كم هذا خطير، كم هذا خطير، كم هذا خطير. قفزات الخنازير تسبح مبتعدة عن مدافع الذئب الشرير. داخل المحيط، داخل المحيط، داخل المحيط، محيط محيط محيط. ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. أبي معنا يسلينا، أراد اليوم إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار. أمي معنا تسلينا.
يسلينا، كانت تريد إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار، والدانا يسلياننا، أرادا اليوم إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار، أبي معنا يسلينا، أراد اليوم إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار، أمي معنا تسلينا، كانت تريد إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار، لعبتهم لا تسلينا، لكنهم أرادوا إسعادنا. الأمطار ليست الخيار لما نريد فعله هذا النهار، لقد اصطدنا ولعبنا وكان جميلا نهارنا.